هنا بني عباس، ملتقى السياح الذين يحجون إليها من مختلف ربع الوطن للاحتفال بالمولد النبوي والاستمتاع بسحر الطبيعة ومعالمها الأثرية. أنا ضيف عندكم هنا من الوهران. حنا كل عام نجو قبل المولد، نجو بربعين خمسة نباتو هنايا ونجو السياحة، نبغوا التقاية تاع المولد هنايا، كاين بلايص شابين نروحو نزوروهم. بريميير فوا أنا نجو للمنطقة هادي بالصحراء تاعها، الله يبارك ما شاء الله، ورانا فرحانين الحمد لله باسكو على جينا على أساس مولد نبوي الشاب نحتفلوا معاهم، نحيوا السياحة في بلادنا باسكو على بلادنا شابو. دوك على إنسان راح يصرف درام كبار ويخرج لأوروب ويدي طيارة يتو، وبلادنا ما شاء الله يعني الحمد لله كاين شي بلايص مازال ما نعرفهمش مام با في بلادنا. احتفالات هذه السنة تزامنت واليوم الوطني للسياحة، وهي فرصة لأصحاب الصناعة التقليدية لعرض منتوجاتهم وتسويقها. احنا كل عام نجور بني عباس نخدموا سيجور هنا، عندنا بالسبوع في تيميمون وعندنا سبع ايام تاع المولد تاع بني عباس. كاين سياح، كاين اقبال كبير بالنسبه للسياح، عندنا شويه تحف تقليديه صنع يدوي نخدموهم حنايا، نجيبوهم تجيو المعرض تاعنا هنا. بمناسبه المولد النبوي الشريف رانا نجو هنايا بمناسبه السياح، لبالك يجوا من كل ولايه، يجوا المواطنين، وإحنا كفرصة لينا باش نعرضوا المنتوج تاعنا. روعة الاحتفال ومتعة الفرجة جعل مدينة بني عباس تتخطى شهرتها الثقافية والدينية لتتحول إلى مزار للسياح كوجهة للسياحة الدينية.